هذا كتيب جميل واستمتعت حقيقة في قراءته في غمار الذكريات وأغوار المذكرات، تأليف الشيخ بعيز المرشدي من إصدارات دار العداوة للنشر والتوزيع. هذا الكتيب في باب الذكريات، وما أجمل الذكريات، وباب طبعا الذكريات واليوميات والمذكرات، عالم مليء بالفوائد والدرر و الأوابد والشوارد، وأيضا التجربة والخبرات، وأيضا الرحلات، وممن حقيقة يعني سجل ذكرياته كثير، منهم الشيخ الأديب الفقيه علي الطنطاوي. وقد ذكر في البداية أنه مع ضعف الذاكرة وتقادم الزمان أصبح بعض الذكريات في طي النسيان، والشيخ عبد العزيز قد ذكر هذا في البداية، ثم قال يعني لا يستغرب أن يكتب الإنسان ذكرياته وهو في بداية حياته، مع أن الشيخ ليس يعني صغيرا، ولكن يعني يقصد أنه ليس يعني بالضرورة أن يكتب الإنسان ذكرياته بعد مضي 50 أو 60 سنة وأكثر، ولو ذكرها في البداية عن طلبه في العلم، عن تجاربه، عن خبراته، عن ذكرياته، عن يومياته، عن مواقفه في الدراسة، عن مواقفه في التدريس، عن مواقفه مع الناس، عن تجربته في طلب العلم، عن تجربته في شراء الكتب، عن تجربته في بيع الكتب، عن أيضا تجربته في انتقاء الكتب، عن تجربته في المنهجية في طلب العلم، عن مشايخه وعلمائه الذين طلب عليهم العلم، عن الأسانيد التي أيضا اكتسبها من المشايخ الذين عاصرهم، أيضا عن بعض المواقف التي حصلت كاسمه والرؤية التي رأيتها فيه والدته في رؤية الشيخ قيس بن باز، ثم تسمى باسم عبد العزيز وخاف أن يكون أعمى كالشيخ رحمه الله تعالى، وبعد ذلك يعني أصبح هذا الأمر في طي النسيان إذ لم يصبح مثل الشيخ في خلقته، ونسأل الله أن يجعله مثل الشيخ في علمه ونشر علمه. فهو كتيب جميل مر بهذه الأمور التي ذكرتها كلها، وخاصة حقيقة في الكتب والقراءة ومنهجية طلب العلم. قد يعني ذكر المنهجية أن بعض طلاب العلم يذكر منهجيات لا تنفع لغيرهم، وقد يعني تدرج في المنهجية إلى أن وصل منهجية معينة، وذكر أن من مشايخه عبد الملك آل الشيخ وعبد الله الحميدي والشيخ القعيمي وغيرهم ممن طلب على يدهم العلم. فهو كتاب استمتعت كثيرا حقيقة في قراءته، ومما شرفني أن صدر هذا الكتاب يعني كلامي عن هذا الكتاب القيم والنافع، وجزاه الله خيرا على حسن ظنه بأخيه. فأنا أوصيكم حقيقة بهذا الكتيب الجميل والذي فيه يعني عصارة الذكريات والخبرات والتجارب التي مر بها الشيخ عبد العزيز المرشدي، وقد يعني جزاه الله خيرا بشرني بأن هناك جزء ثاني لهذه الذكريات، فيسر الله له هذا الأمر وأعانه على كتابة هذه الذكريات ووفقه لما يحبه ويرضاه.